يعني انا هلا بفهم منك انك ناوي تعمل مشروع مزرعه اسماك. ايه ايه بس وطي صوتك احسن ما حدا يسمعنا ويلطش مشروع مني. هلا يعني هو المشروع حلو. لك شو حلو؟ لك حلو بجنن وبيطير العقل. تخيل كل سمكه نربح فيها 10 ليرات صافي. شو رايك؟ لك ليش شو رايك يا اخوي؟ ما قلت لي انه امك سافرت عند خالتك. ايه لان امك ما سافرت لعند خالتي. لكن وين راحت؟ طلق ابوكي شحاري. شو؟ من كام يوم مرق خالك سهر عنا. لك ايه قام ابوكي قضى كل السهره وهو عم يحكي عن مشروع السمك تبعه. لساته عم يحكي بمشروع السمك؟ إيه ليش في عنده غيره؟ وشو دخل امي بهالقصه لحتى يطلقها؟ جايكي بالحكي، مو ابوكي طلب من خالك انه يعمل له دراسه للمشروع وجدوى ماليه؟ لك ايه. ايه شو ايه؟ راح خالي قال له انا ما بفهم بهالشغلات ونسبه الخساره بهالمشروع 100%. قام رمى يمين الطلاق على امك وراحت مع خالي. لك قديش رقمه لهذا اليمين؟ ما بعرف، يا الثاني يا الثالث ما بقى بتذكر. اسمعوا لوحي، إذا بتجيب سيرة قدام رفقاتي وفادي والله لأفرمك فرم. لا يا أختي مستحيل أعمل. إيه بتشكي بذكائي شي؟ لا ولا ما بشك أبدا. شو أبوي كيف لقيت اللي هالسهر؟ والله يا بنتي أنا ما فيني أعطيك رأي فيه قبل ما يعطيني دراسة عن مزرعة السمك اللي بدي أعملها. شو؟ ميدو تعال. ما نضلنا قاعدين هون بالبيت؟ تكرم عينكم، جهزوا حالكم لأحلى مشوار على شط البحر. بيوني بخيط. يعني عم بتقلا نحن جاهزين؟ قولي أبوي ما هيك بدك تعملي تانيين. لك آي أبوي هي نفسها. أبوي خليني أسألك كم سؤال عن مزارع السمك بأمريكا، بركي تعطينا شي معلومة مفيدة، ما هيك سهر؟ إيه طبعاً طبعاً. أبوي فلشت من مزرعة السمك. سهر؟ تخيل معي كام سمكة سكندري على سردين على بلاميدا على اجاج على فريده عم ينطوا قدامنا. حلو. شو رايك اجيب لك هيك كم دولفين على كم قرش بيطلعوا مناح؟ لا ما والله جبت ببالي فكره جهنميه هلا انت. لا شو هي؟ اني نجيب لنا كم حصان عربي اصيل هيك ونعمل لهم مزرعه مع مزرعه السمك. شو رايك لو صار؟ عمي انا رايي بالاول انك تبلش بالمشروع الاول. والله وانا هذا رايي. هات شوف كيف نستفيد بخبرتك. أنو خبرة؟ ولك اسمعي قال أي خبرة؟ لك شو هذا أخوك عم يكذب علي؟ ما قال لي هذا بيفهم بكل هالمشاريع عادي؟ يا شو قال لك وحي؟ لك قال لي هذا داير كل الدنيا ورايح وجاي ولافف ومدري شو بيعرفني، ما عساسي بيشتغل هذا بالسياحة ما بالسياحة مرشد سياحي. مرشد؟ عمو أنا في عندي مكتب سياحي. ولك إيه ما بتفرق يا عمي ما بتفرق. المهم انك بتروح وتجي وبتدور ورايح وجاي واكل سمك. ما اكل سمك بهالمطاعم برا. ولك عمي عمو الحقيقه انا ما بحب السمك. شو ابوي قصده فادي انه ما بيحب يشوف السمكه طالعه من البحر وعم تنقلها وعم تتشوه وعم تتالم مشان ياكلها. برافو عليك عمو برافو عليك. بس هات لشوف انت سافرت هدول السفرات رحت على البحر احمر شيء؟ شو البحر الأحمر؟ ايه مسافر رايح على شرم الشيخ. تعرف شو عمي انا سمعت انه بهذا شرم الشيخ في اسماك عمرنا ما سمعنا فيها ولا عمرنا شفناها. صحيح الحكي عمي؟ ما بعرف هلا انا ما بحس انه البحر غدار مثل ما بيقولوا الناس. يعني هلا انت صرت تفهم هالبحر صار لك كم ساعه قاعد يحدوا ولا غدار ونص. عدل لك كم شاب نزل عليهم من الضيعه وما طلعوا منه. ميديا بتتذكري قبل شي هناك مصطفى؟ مين مصطفى؟ هذا واحد كانت عشقانته رح تركه وتجوز وحده تاني وهي كتر ما انا كهيني يوم العسل العروس دركت حدا راحت عملت لها فركوشه ووقعت وانكسرت اجرها. يا ريهام هاجي بقت نبشي بذاكرتك رحمينا ورحمي اياه. انا بس كنت بدي اقول انه هو صار معه هيك صباحيه العرس وكل الدعاء صارت تقول انه من ورا دعواتك عليه صار معه هيك. والله ما حدا لازم يدعي على حاله غيري. بعيد الشر عنك اختي. ما بعرف منين طلعت لي هالدبقه. ولا ابوك الثاني ذبحوا لفادي على مزرعه اسماك وسردين وتونه ما خلاني اشوفه ولا دقيقه على الرحله. ادعي لربك تنقضى القصه هيك بس. ليش ممكن يصير؟ لك اختي انت بتعرفي انه اذا فادي بيحكي بكلمه هيك او هيك على شيء سمكه شو ممكن يعمل ابوكي؟ ما تقولها.
لك هنادي صحصحي صحصحي معي شبكي. شوفي فيقي معي وميديا وخليهم يلبسوا مشان ننزل بسرعة على الشام. هلا؟ ايه هلا نزاص الليالي؟ لك ايه؟ ليش؟ قلت له لأبوه لميديا انه مشروع مزرعة الأسماك مشروع فاشل وانه السمكات بدهم يفطسوا ويطوفوا على وش المي. اما استر او مون ديو روحي فيقيهم والبسوا.